VFX Academy. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معاكم أستاذ زويد المعداوي من GFX Academy.net، وتالت محاضرة في البارتيشن بتاعنا أو الجانب التسويقي من جملة، وهي الكلمات المفتاحية. عايز نعرف في الفيديو ده إزاي أكتب الكلمات المفتاحية اللي أنا المفروض أنا استقريت عليها. شوف يا سيدي، دلوقتي أنت عندك كلمات مفتاحية، يعني مثلا اخترت من الجوجل كيورد تولز الكلمات اللي انت عايزها، وشوف بقى التكتيك اللي الناس عاملاه عشان نقدر نستفيد من الخبرات بتاعت الناس كلها، ونبدأ نبلورها في خبرة لينا احنا، ونطلع كمان عليها الابداع بتاعنا ونزود. عندك مثلا مواقع عاملة كلمات بحثية ازاي؟ هقولك مثلا كلمة ديزاين، ديزاين ليها عربي وليها انجليزي. تعالى نكتب ديزاين بالعربي. طبعا كل ده بيديهولك الناس بتدور عليه، الكلمة اللي الناس بتدور عليها كتير بتبتدي تتعامل في الذاكرة بتاعت جوجل عشان يبدأ يسهل عليك. طيب تعال نشوف ديزاين كده، لما نيجي نضغط ونشوف كلمة ديزاين، خد بالك اللي كلمة ديزاين صريحة هتيجي لك أول واحدة، تمام، وطبعا المنافسة عليها كبيرة. تعال هنا تصميمات أو تصميم بداية ديزاين، حتوم ديزاين، تيك ديزاين، وبعدين بدأ ينزل لك بقى في ترتيب المواقع. طب ليه ده جه قبل ده؟ اقول لك عشان اولا الكلمة هنا واضحة وصريحة، ثانيا ان عدد الزوار هنا في الموقع ده اكتر بكتير من ده، وبعدين اكتر من ده، يعني كل ما عدد الزوار بتوعك زادوا على الموقع بتاعك كل ما كان ترتيبك متقدم اكتر، تمام. يعني مجرد ما تكتب ديزاين، طب الراجل ده كاتب برضو في الكيورد بتاعته ديزاين، والراجل ده كاتب ديزاين، كل دول كاتبين ديزاين، تمام. بس انت هنا بعد الزوار انت بتطلع فوق خالص بترتيب عالي، او انك تضيف بقى يعني تكلم جوجل ترسلهم، وانك تبعت لهم فلوس يرتبوك فوق خالص بحسب هم بيعملوها كده، فبيدوك ترتيب متقدم. طيب تعال نشوف ديزاين بالانجليزي. ديزاين بالانجليزي، بص هنا خد بالك دي هتكلم عليها برضو، جابها لك لازق خبط كده على طول، design.org. دي برضو في اختيار الدومين بتاعك، خد بالك النقطه دي. لما تيجي تضغط او تختار النيتش بتاعك او نيش، او ال يمكن نيتش او نيش دي اول مره اقولها، الكارير بتاعك او النشاط بتاع الموقع بتاعك او الفيلد بتاعك، تمام، لازم بتاخد بالك كويس قوي قوي من حته اسم الدومين. يعني جي اف اكس اكاديمي، لو انا كتبت جي اف اكس هنا هيجيب لي كل الدومينات اللي اسمها جي اف اكس. كويس، احنا واخدين الترتيب الثاني اهو على العالم، يعني اي حد في العالم كتب جي اف اكس هيبدا طبعا ايه يروح كده. طبعا جي اف اكس ده دول الزوار عليهم اكتر مننا، تمام، عشان كده هم سبقونا شويه. وبعد كده يجي بقى جي اف اكس وورلد، جي اف اكسترا، الحاجات دي. والله انا يعني يمكن اول مرة اعمل سيرش على جي اف، كلمة جي اف اكس، وخبر كويس يعني احنا تاني على العالم، وده نتيجة برضو عدد الزوار وعدد اللي انا قدرت اختار الكلمة اللي انا متوقعها للناس يعملوا سيرش بيها، وشفت حجم المنافسة عليها، وشفت ازاي انا اقدر اخش مع المنافسين دول، وكتبتها في الكيورد تولز. طيب تعال بقى نكتب مثلا، انا هكتب مثلا جي اف اكس بس بالعربي، يعني هي كانها بالانجليزي بس انا يعني انا احول الكيورد عربي واكتب جي اف اكس بالانجليزي، تمام، هو كاتب عربي، هو هنا صلحها لك، قال لك والله انت قصدك على جي اف اكس. طب تعال ندوس ضغطه كده
ونشوف. بص هنا وداني حتة تانية خالص، يعني انا لو جيت غلطت في الكيبورد بتاعتك بيوديك في حتة تانية خالص. هو عايز اقول لك على حاجة، في ناس او مواقع كتير عاملة الحتة دي، عاملة الحتة دي. يعني مثلا لو قلت جوجل، شوف جوجل مكتوبة ازاي، لو جيت ضغطت ضغطة هتبص تلاقي جوجل عاملها تمام، وجاي طبعا هو لا ما بضحكش عليك جوجل. طيب نكتب ياهو، يبدو ان جوجل بدأ يطور حتة اللغة. فطيب خلينا نكتب مثلا دي ديزاين ونشوف كده هيودينا فين. شايف الواد ده صايع، الواد ده صايع ليه؟ لان هو هنا كاتب في الكي وورد تولز بتاعته ديزاين بس بالمقلوب. يعني انت لو سواء لو كتبت ديزاين صح او بالمقلوب يجيبك على موقعه تمام. ممكن هو يلاقي حجم المنافسة على كلمة ديزاين هنا كتير، يروح قلبها بالعربي لان هو متوقع ان انت تغلط، الكيبورد بتغلط ويكون مثلا عربي وتغلط وانت بتكتب، تروح كاتبها بالشكل ده يروح ايه طالع لك هو على طول، وممكن يكون يطلع لك كمان ترتيب اول. طيب تعالى نضغط نيو تاب ونروح على جوجل كيبورد ونشوف الناس دي بقى فعلا عاملة كده ولا لا. كيبورد تول، في كذا كيبورد تول على فكرة، هنبقى نبص برضو نجربهم. خلينا في جوجل دلوقتي. بدأ يظهر بالطريقة دي، هقول له خش لي على الويب سايت وزق له دي في خلقته. وبعدين هنقول له ماشي انا عايز اغير ال صعبة، ماشي تعال نجرب. هنا بقول له اعرض لي بقى الويب سايت ده مستخدم ايه، هذا الويب سايت ده مستخدم ايه. فبقول لك بص بقى كده، ايجيبت ويب ديزاين، ويب ديزاين تمام. طب تعالى لو هو مثلا نروح على هنا الويب سايت نفسه وتعالى نشوف كده. انا شغال على جوجل كروم، عندك الفايرفوكس او هيكون اسهل كتير او الانترنت اكسبلورر. عندك هنا نقول فيو سورس الكيورد. بص هو عامل ايه، كاتب كلمات حوالي 1 2 3 4 تمام، شعارات اعملنا تصميمات فاديكوم تمام. هو هنا كاتب 4 حاجات بالظبط، هم صنفوه بدأوا يصنفوه عشان عنده زيارات احسن، زيارات كتير شوية. معرفش ازاي الزيارات هنا على الموقع ده كتير ازاي مع ان هو ما فيهوش يعني اي كلام، يبتدي يعمل اوبتمايزيشن للمحركات البحث عليه. تعال نشوف الموقع تاني، اهو في جوه كلام اهو. هو بص هنا متارجت على ايه، شركات تصميم شعار تصميم تمام. الحاجات دي ما بتبقاش ارتجالية، يعني كل ده هنتعلمه برضو لما تيجي تكتب جوه الويب سايت بتاعك على جملة، اقول لك ازاي تعمل ايه وامتى تمام. فهو كده كاتب بص شعارات تصميمات اعملنا تمام، هنا شعار بص كم هتتكرر الكلمات الكيورد دي، المفروض يكررها هو كتير عشان تبدأ يعمل اوبتمايزيشن لمين، للمحركات البحث. انا ما بشرح لكش
سي او سي اي او اوبتمايزيشن. لا، انا دلوقتي بقول لك الافكار السريعه اللي ممكن الناس وانت تستفيد منها والناس عاملاها. هنا شعار تصميم اهو، تصميم، وهتلاقي بقى تصميم تصميم كله. طالما هو واخد ترتيب عالي يبقى هو عارف يعمل ايه وشاف نفسه ممكن يشتغل ازاي. تعالى هنا مثلا، تعالى نشوف هنا، هو ده اعتقد ان ده سكريبت مفتوح المصدر ووردبريس. تعالى نشوف الفيو سورس اهو، ده الكيورد. طبعا هي تصميم مواقع، تطوير مواقع، شركة تصميم مواقع، برمجة مواقع، يعني كله مواقع مواقع هنا. وبدأ يشتغل بين التصميم والتطوير وشركة وبرمجة. تمام، تعالى بقى نشوف حاجة تانية. يعني دلوقتي احنا عرفنا الراجل ده تجيب الحاجات دي ازاي. تعال نشوف مثلا زي موقع مثلا جي اف اكس، جي اف اكس اكاديمي. تعال نروح رايحين عليه كده. عايز ابديت للفلاش بلاير عندنا على الجهاز. ماشي، تعال نشوف كده. طبعا دي الصفحة الرئيسية واخدة كيورد صغير غير المنتدى نفسه اللي جوه. تعال نشوف كده، نقول له تولز فيو سورس. انا كمان يمكن ما حطيتش فيها كيورد، يعني ده كان ملف طالع من الفلاش على طول. تعال نخش على المنتدى ونشوف الكيورد بتاعته. هات ده تولز فيو سورس اهي، شايف كل ده كل ده. خد بالك، بص يعني انت دايما انا عندي هنا الكيوردز كتير بس كلها محصوره في حته واحده في مجال الجرافيكس مثلا، او مجال العلوم الحاسب الالي في الجرافيكس. مش بكتر الكلمات المفتاحيه تقدر تكسب، يعني في محركات بحث كتير لما بتلاقي كلمات مفتاحيه كتيره قوي بتعمل لك اجنور او تجاهل او بتارشفك في المواقع الغير منظور ليها، ما بتبصلكش خلاص. بتقول لك بقى ايه الموقع ده باين عليه بي بي يعني بيخبط، كاتب من ده على ده على ده، فهو كده بيعمل لك اجنور او بيبتدي ينحيك عن الارشفه الصحيحه بتاعته. تمام، طبعا انا هنا كان ممكن اكتب جرافيك دي بالعربي عشان الراجل اللي كاتب جرافيك اللي غلط يبتدي اجيبه عليا على طول. بس هو كان التكتيك ده كان يمكن قديم شويه. جوجل الايام دي فعلا طور نفسه قوي، بحيث انك لو كتبت حتى جي اف اكس بالطريقه دي ممكن يجيبني، يعني ممكن يجيب جي اف اكس. لا مش جايبني. حجم المنافسه، العيال دي كلها عيال يعني. بص شايف هنا كاتب ايه، بص كاتب ايه هنا. هو قاصد، يعني هو قاصد، هو قاصد يجيبك. هو كاتب جي اف اكس بس بالعكس عشان يجيبك برضو ومحرك البحث يوديه ليك. هو متوقع منك الغلطة دي. تمام اهو كل ده، بص اهي اهي اول صفحة. تمام اهو كله كاتب نفس الغلطة دي علشان ايه، هو متوقع كده ويجيبك عنده. طب تعال نشوف، نكتب مثلا جرافيك، جرافيك اهو اوكي، ودك على الجرافيك ده. وبعدين انا عايز اشوف غلطة، يعني كل الناس دي عاملة حسابها، ونشوف بقى غلطة. وهي دي بقى التطور اللي حصل في جوجل. تيجي تكتب كلمة يجيبها لك، يقول لك ايه، لا ده انت كاتب جرافيك بس
بالمشقلب بالعربي، فيروح يجيبه لك. دي نقطة تحول. وبرضو انت تبقى عامل حسابك، يكون احسن لو كتبت الكيوردز بتاعتك بالعربي والانجليزي بالطريقة دي، بالكلمة العربي وبالانجليزي بالخطأ اللي احنا ايه لسه قايلينه ده، الخطأ اللي هو المتعمد. ليه؟ عشان انت منتظر، طالما انت بتتارجت العالم العربي يبقى انت منتظر الغلطة دي وبتبدأ تجيبه، وبتبدأ تجيبه عن طريق الغلطات دي. طيب دي حاجة. الحاجة التانية، دي حاجة مهمة قوي على فكرة، الحاجة التانية خد بالك ان ارتباط الكلمات المفتاحية بالدومين مهم جدا. تمام؟ يعني انا كتبت لما جيت اخترنا جي اف اكس، هو ايه جي اف اكس؟ عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن جرافيك، يبقى جي اف اكس. تمام؟ ما تقولش بقى جرافيك، تقول مثلا الدومين مثلا هوست، وانت بتشتغل على الجرافيك، او جرافيك هوست، مش رخمة، خدت بالك؟ رخمة. فلازم تكون الدومين كل ما كان مباشر باسم النشاط بتاعك كل ما كان احسن. يعني مثلا دلوقتي انا عايز اعمل مكتبة كتب اسلامية او مسيحية او اي مكتبة كتب تنمية بشرية مثلا، على يعني ويب سايت، عايز اعمله كأنه كمكتبة زي مكتبة صيد الفوائد والحاجات دي. تعال نشوف لو انا كتبت كتب، بص اول حاجة لزقها لي فين؟ كتب، موقع اسمه كتب، يبقى ده هياخد ترتيب على طول، ترتيب اول من غير كلام. تمام؟ من غير بقى حتة حتة الزوار والكلام ده، يعني بتفرق شوية طبعا، الزوار بتفرق كتير كمان، بس معلش هو هيجيبه لك رقم واحد لانك ايه طبعا جايب له الاسم مباشرة. تمام؟ وحتى كمان التصنيف التاني بتاعه جايب لك نفس الموقع بس صفحة تانية. تمام؟ بس بعد كده بدأ يخش لك على كتاب، فور كتاب اهو، طبعا هو كاتب كتب في الكيورد تول بتاعته. تعال نشوف، او الكيوردز، لو دخلنا على الكيوردز كده نجيب الكيوردز. طيب كنترول اف ونكتب كتب، او نكتب كيوردز مخفية، ما فيش مشكلة. بعض البرامج اللي بتبقى او بعض البرمجات بيخفي شوية الكيورد تول عشان تبقى حاجة خصوصية محدش يعرف يجيبها، مش مشكلة. نشوف واحد تاني، مكتبة الكترونية المجانية، وتعالى نشوف اول واحد خالص، خش هنا على تولز يوزرز، زحمة، تعالى هنا نروح ضاغطين كده اهي. بص بقى هنا الكيوردز قد ايه. طبعا هو يعني ده يعني انا بسميه جنان، ده جنان بقى، يعني مش ممكن يعني بقى. اعتقد هو ما سابش ده، كاتب لك المزرعة السعيدة، كاتب لك المزرعة السعيدة عشان اي حد كتب اي حاجة في الدنيا دي كلها يوصل. غلط، ده غلط خالص، ده ما ينفعش. ده لو كتب حاجة غير كتب، كلمة كتب ما يظهرش. خلينا ناخد خطبة الكويت اللي هو كاتبها دي ونعمل عليه سيرش، اكتب هنا كده شوف هيطلع لي ولا لا، كتاب خد بالك، والله ارشفه، والله العظيم يعني بجد جوجل ده ذوق ازاي ما اعرفش. مواقع كتير زي محركات البحث ياهو والحاجات بتعمل اجنور على طول. ايه ده؟ يقول لك ايه ده؟ مين ده؟ ايه ده؟ ما ينفع. ومزرعة السعيدة كمان، اسعار تويوتا، الراجل بيتكلم بيخش بص لا دي مكتبة الكترونية خلاص. فيقول لك ايه بقى، يروح جاي يقول لك مثلا ايه برنامج البي دي اف ده، ايه المزرعة السعيدة، يروح جاي عامل له اجنور على طول. فانت خليك في السليم، خليك في السليم، لان انا يعني الواحد بجد بيشوف حاجات ما تنفعش خلاص.
فانت تعمل ايه؟ بتروح جاي جاي مختار عن طريق العصف الذهني. بص يعني انا هقول لك على حاجه، طريقه حلوه قوي 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 تعرف توصل منها على افضل كيوردز ليك تبدا تكتبها، بحيث انك تكتب الكيورد بس كده تجيب لك الاف الزوار. خليك معايا دلوقتي، انت هتجيب ورقه وقلم. خلاص هنفتح ملف كده، هنقول مثلا ده العصف الذهني اللي هو برين ستورم لموقع. خلاص ماشي، الموقع انا هسميه موقع للجرافيك او موقع للديكور مثلا او الاساس. طيب انا عايز احط له اسم حلو، اسم بناء على الكيورد برضه، يعني ايه؟ تمام، ديكور طبعا طبعا اول حاجة، وكمان بالعربي هذا الاسم والكيوردز برضو. هسميه مثلا، تكتب بقى الكلمة، بص ازاي ديكور. ليه؟ في ناس بتغلط، انا عايز الغلطة دي، في ناس بتغلط وانا عايز الغلطة دي. تمام، وتكتب ديكور. انا شوف، بص انا هكتب دلوقتي بالانجليزي بس هي بالعربي دي كور. تروح جاي كاتب كده، تعالى بقى الكلمة اللي فوق اللي بالانجليزي دي اكتبها، انا حولت كيبورد الانجليزي هكتبها بالعربي. تمام، دي كور. انا عايز الغلطات دي، انا مش عايز حاجة تفلت، انا مش عايز اي احتمالات للناس تغلط ويجيبني على طول. تمام، دي كده، دي كده اول حاجة دي في الكيوردز. تعالى شوف على الدومين، الدومين يبقى جميل جدا جدا، يعني لو لقيت ديكور اول واحد انت هتطلع على طول. خلاص، في بعض المحركات او الهوستنج او الشركات اللي بتدي اسماء عربي، بصراحة يعني ما بحبذهاش، مع انها عربي ولغتنا وكل حاجة بس ما مش ماشي. تمام، بس هو في ناس بيجيبوها ويعني بتشتغل شوية. تمام، ممكن تكتب ديكور مثلا بأي شكل تاني، يعني كل ما انت قربت على الكلمة وكانت قصيرة وما كتبتش مثلا قبلها ازاي او ماي، يعني مثلا في واحد يقول لك ماي ديكور دوت كوم، مش حلو. ذا ديكور ما ينفعش، ديكورز. تعالى بقى انا هوريك حاجة كده بين ديكور وديكورز، بس الاتنين صح. تعالى نكتب ديكور في الكيورد تول ونشوف هيوديني الفرق بين ده وده ايه. دي كور سيرش، شوف يا سيدي، هنا طبعا الديكور هنا هاي الكومبيتيشن هاي جدا، اكتر من 16 مليون واحد بيدور على الكلمة دي في العالم كله. جميلة جميلة، اكتر من 16 مليون. بس طبعا انت لو جيت، طبعا طالما كان الكومبيتيشن هاي كده والديكور اسم صريح، لو جيت رحت مثلا على موقع زي جو دادي، ده موقع هوستنج وكله، بس هو احسن حاجة فيه الدومينات، الهوست بتاعه مش حلو، انا عن تجربة. عايز تشتري منه اشتري دومينات بس. لو كتبت ديكور كده اعتقد انها لازم يعني هتكون متاخدة، يعني انت سرشت على ديكور دوت كوم. خلاص، حتى كمان بيقول لك ايه، هنا مور اوبشنز، لا احنا مش عايزين دي، مش مشكلة خالص. هنا الدوت كو دوت انفو دوت نت دوت اورج دوت يو اس، خد بالك الباك دور ده يعني هو موجود، الناس تانية واخدة الاسم ده، يعني واخدة ديكور خلاص دوت كو وديكور دوت انفو، فمش مخلي لك حاجة، المنافسة هنا عالية جدا. حتى دوت بيز اللي هو دوت بيزنس دوت مي دوت موبي، كل ده متاخد. الباك دور ده بقول لك ايه، ادفع بقى 21 دولار اما اتكلم العميل اشوفه لك هو عايز يبيعه ولا لا.
ك يعني ك كعمليه مضاربه او كعمليه انك بتحط جو دادي وسيط، فبيبعت له رساله انت عايز تبيع الدومين ده ولا لا، ولو عايز تبيعه بتبيعه بكام، بقول له لا طبعا. تمام، معظم الاوقات بقول له لا طبعا، فيبقى ال $21 دول راحوا على سعادتك. تمام، طبعا المنافسه عاليه وما ينفعش كلمه ديكور دي. طيب لو احنا كتبنا، خد بالك هناك كام واحد، 16 مليون، تعالى هنا ديكورز وسيرش، جايب لك هنا الديكورز، هنا مجرد ان انت ضغطت على الاس بس نزل ل 450 الف واحد، من 16 مليون ل 450 الف واحد، لانك انت ضفت اس فقط لا غير، وكل ده طبعا حاجات تخمينيه. طب انا لو هاخد حاجه من دول، انا لو هاخد حاجه من دول هاخد ايه؟ تعال نشوف هنا الكومبيتيشن هاي، هنا مليون واحد في الشهر بيسرش على هوم ديكوريتنج. تمام، طب انا لو كتبت هوم ديكور، هوم ديكور، تعال نشوف احوالها ايه طالما هي قريبه كده. الهوم ديكور عليها 500 تقريبا، نص مليون وازيد بني ادم بيعمل سيرش على الكلمه دي. طب تعالى هاخد هوم ديكور كده على بعضها وهاجي احطها في السيرش بتاع الدومين دوت وعلى دوت كوم. طبعا انت ممكن هنا تختار العفريت اي حاجه. تمام، جو هوم ديكور، متاخد نفس عليه عالي، ومتاخد مين ومش مخلل لك حاجه خالص الدوت اللي هي كندا. تمام، طبعا هنا صعب، هنا اعتقد ان دبليو اس دي برضو ممكن يبقى في كلام تقدر تاخده. طبعا صعب، صعب قوي ان ده او ده. طبعا كل الناس دلوقتي يعني اللي بيجي يشتري بيشتري يا دوت كوم يا دوت نت مثلا يا دوت اورج، الناس كلها متعوده. حتى انا لما باجي مثلا اخش على موقع بروح جاي بكتب اسم دومين وكنترول انتر عشان يوديني على دوت كوم، او لو كنت مش حافظه بخمن اللي هو مثلا جي اف اكس دوت كوم مثلا، او فاهمني؟ لا، يبقى انت دلوقتي تمشي على دماغ الناس، تمشي على دماغ الناس. انا عاملين هنا جي اف اكس دوت نت عشان هي موقع شخصي، عشان هي موقع شخصي، عشان لما تيجي تعتمد بعد كده ما يعملناش مشكله في الاوراق دي. حته الدومينز دي انا ما بشرحش دومينز، بس يعني خلينا نعدي من الحته دي عشان ما نخشش فيها قوي. خلاص، فانت معظم الناس تدور على دوت كوم، فخليك في دوت كوم مثلا او دوت نت. دوت كوم او دوت نت حلوين الاثنين، شغالين مفيش مشكله. تمام، انت بتبدا بقى تجتهد، انت بتبدا تجتهد في انك توصل لاحسن طلب، لاحسن طلب من هنا باحسن اسم تقدر تقرب له. تمام، هوم ديكورز، هوم ديكورز، تعال نشوف هوم ديكورز عليها منافسة قليلة، فهتبص تلاقي في حاجات افاليبل هنا، نت وسا ودبليو اس. تمام، واهي ودوت بيز دوت مي دوت موبي، كل ده متاح. طبعا اي حاجه باك دور هنا يبقى هو متاخد وهيعمل لك وسيط بينه وبين صاحب الموقع ده. خلاص، يبقى انت هنا دلوقتي اهو كومبيتيشن لو 9000 واحد بس، طبعا مش هيجي لك زوار كتير هنا. كل ما بقيت اعلى شويه وقربت شويه، شوف هنا المسافه، بس قال لك مسافه في الكيبورد مع ان ده زي ده بالظبط. تمام، مسافه بس فرقت مين؟ فرقت كتير جدا، وصلت لك لربع مليون. تمام، وهنا مليون، مليون ده مين ده؟ هوم ديكوريتنج، هوم ديكوريشنز، وصلت لك نزلت لك تحت خالص. فانت شوف يعني دايما حاول تقرب، حاول دايما تشوف دايما الكلمه اللي انت هتقول عليها او هتختارها انت مثلا واصحابك نتيجه العصف الذهني. اقول لك مثلا والله انا عايز اعمل
محلل الديكور. ايه يا جماعه؟ ايه يا احمد؟ ايه يا محمد؟ ايه يا محسن؟ ايه يا مصطفى؟ اختاروا كده معايا كيوردز. اقول لك ولا حط يا ابني انت من دماغك وخلاص. في واحد يقول لك لا يا عم، تحط ديكور وحط اساس وحط فرنتشر وحط مش عارف ايه وحط ايه وايه وايه وايه. تجيب بقى كل الكلمات دي، هو ده العصف الذهني، من كل واحد تكتبها وتبص تشوف بقى كل الكلمات دي ايه، المنافسة عليها قد ايه، والكومبيتيشن عليها ايه. وحاول توصل، حاول توصل دايما لحاجة تكون الطلب عليها عالي وتكون الكومبيتيشن في نفس الوقت ميديم، وتتارجت بيها الدومين نيم بتاعك وتبدأ توصل لحاجة. مجرد اللي انت ونجحت في الحتة دي، صدقني صدقني من غير حاجة خالص هيجيلك آلاف الزوار بمجرد الدومين بس. يبقى انت اختصرت على نفسك مجهود طويل قوي 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 في حتة جلب الزوار واوبتمايزيشن للاس اي او. طبعا الدرس ده هو فقط مش اي حاجة محركات البحث، هي فقط اللي انا بعرفك ازاي ارتباط الكلمات المفتاحية وأهميتها بالدومين، وارتباط الكلمات المفتاحية وأهميتها جدا جدا في حتة العرض والطلب على الكلمة من هنا. تعال بقى لو احنا جينا كمان نشوف حاجة كده، هنقول جي اف اكس بس صح المرة دي، جي اف اكس كده. اكاديمي، ونشوف كميات العرض والطلب عليها. هنا مش جايب لي عرض وطلب خالص، ده شكل الصفحة الرئيسية. تعال نشوف اي حاجة للديكور مثلا. اهي بص هنا عندك كمية العرض والطلب عاملة ازاي. طب تعالى على جي اف اكس اكاديمي تاني، كمية العرض هنا في ناس يعني. بص لو انت جيت هنا حتى على جي اف اكس اكاديمي، ابص لها جي اف اكس اكاديمي كلها المواقع بتاعتنا، او على الفيسبوك الجروب بتاعنا مثلا اهو، او درس على اليوتيوب برضو في جي اف اكس اكاديمي. تمام، هنا كمية بقى العرض والطلب عليها بيقول لك 2,040,000. 2,040,000 ده كويس قوي، ده بالنسبة للكونتنت اللي موجود وعدد الناس اللي بتدور بكلمة اكاديمي او جي اف اكس. خلاص، يبقى انا عايز اقول لك من الكلام ده كله ايه، اقول لك ثلاث حاجات. تمام، اول حاجة الكلمات المفتاحية، خد بالك من الكلمات المفتاحية اللي بتكتبها بالطريقة الصحيحة والطريقة الخاطئة. لما اجي اكتب كلمة صحيحة ديزاين مثلا واقلبها بالانجليزي وبالطريقة اللي احنا اتعلمناها، خد بالك من النقطة دي كويس، عشان انا عايز الغلطة بتاعت الناس اللي هم العرب. كلنا بنغلط لازم، ده انت بتغلط في اليوم كذا مرة في الموضوع ده، وده دي بس الغلطة دي بتجيب لك زوار كويسين. تاني حاجة مدى ارتباط الكلمات المفتاحية بالدومين، حاول يكون دومينك صغير، ما يكونش فيه قبله مي ذا الحاجات، او ما يكونش الكلمتين ثلاثة أربعة، ما يكونش انفو، ما يكونش الكلام ده. كل ده بيسهل على الناس حفظ الدومين بتاعك، بحيث انت لو مليت الواحد في التليفون حتى او قلته له كده يحفظه على طول. تمام، حاول توصل لنتيجة متوسطة في الموضوع ده كله. الحاجة كمان التالتة، موضوع العصف الذهني، حاول تعمله كتير دايما او البرين ستورم مع زمايلك في اختيار الكلمات المفتاحية. تعال بقى نشوف، انا عمال كل ده ارغي في بر خالص عن جملة. تعال بقى نشوف جملة ممكن نكتب فين الكلمات المفتاحية دي وازاي. هنا هنقول لوكال هوست، طبعا انا مشغل الوامب، جي اف اكس اكاديمي ده الويب سايت اللي احنا كنا عاملينه قبل كده. جميل، طيب تعالى بقى نكتب ادمنستريتور
وانا مش فاكر الباسورد كانت ايه. طب الحمد لله. الكيورد دايما بتاعت الموقع كله بتبقى موجودة في حتة الموقع والإعدادات العامة. خش على الإعدادات العامة، هتبص تلاقي الوصف العام للموقع، الوصف العام اللي هو لما باجي بخش هنا هو ده. تعال نكتب مثلا جرافيك. ماشي، شايف الوصف العام عامل ازاي؟ جميع برامج السيرفر مع الشرح، دورة التعليم، مش عارف، ده الوصف اللي هيظهر تحت الموقع لما اي حد يطلع له الموقع بتاعك. جميل. فانت عايز تكتب ايه؟ شوف انت عايز تكتب ايه في الوصف. تمام، خش بقى على الكيورد، الكلمات المفتاحية للموقع. دايما الكلمات المفتاحية تفصل بينهم بكومة او فاصلة، كومة او فاصلة، دي بالانجليزي على فكرة، والفاصلة بالعربي. لو انا جيت مثلا كتبت محل ديكور، هكتب طبعا، مش هكتب ديكور، هتضيع، ما تكتبش دي كور صريحة. ماشي، عايز تكتبها ماشي، بس ما تعيدهاش. خلاص، هكتب بقى ديكور كده، واروح جاي اعمل الفاصلة او الكومة دي واكتبها، اروح جاي محول الكيورد العربي واكتبها تاني. تمام، واروح جاي محول كده بقت انجليزي، اروح اعمل الكومة واكتب بقى العكس. ماشي، اكتب يا عم ديكور، متزعلش، بس هات غلطة البني ادم اللي قدامك اهو، دي كور. يبقى انا تارجت على مين؟ الناس اللي بتغلط كده. خلصت؟ ماشي، اهو. اعمل ايه تاني؟ انت دلوقتي وصلت لكلمات مفتاحية هناك، وصلت لمين؟ كلمات مفتاحية بناء على الكيورد تول، وبناء عن بحثك والكلام ده، وشفت الكومبيتيشن، وشفت درجة العرض والطلب على الكلمة، وخلاص وصلت للكلمات. اكتبها كلها اللي هتبقى اي حد يكتبها يظهر له الموقع، اي حد يكتبها يظهر له الموقع بتاعك، وتقول حفظ وكده. تمام، تعال بقى نشوف جوه المقالات. لو انت دخلت هنا جوه اي مقال بتاعك وانت بتكريت المقال، خد بالك جدا اللي فيه حاجة اسمها البيانات الوصفية. هنا برضو لو واحد كتب مثلا اساسيات التعامل مع الصوت في الاكشن سكريبت 3، خلاص هيوديه على المقال بتاعك ده على طول في الويب سايت بتاعك. جميل، يبقى ده يا ترى وصفه ايه؟ تمام، يعني هو لو كتب اساسيات التعامل مع الصوت في الاكشن سكريبت 3 على جوجل، هتبص تلاقي طالع له الصفحه اللي فيها المقال ده. جميل، العنوان والديسكريبشن تحتها، هتكتب ايه تحت الديسكريبشن هنا؟ هقول له مثلا درس في الفلاش مثلا CS5.5، خلاص، للاستاذ مثلا وليد المعدوي من مثلا جي اف اكس اكاديمي. ده الديسكريبشن تحتي. تعال بقى على الكلمات المفتاحية. طبعا الكلمات المفتاحية هي ايه؟ تعال نشوف اكتر حاجة مكررة انت بتكررها عن عمد عشان يجيبه غصب عنه، عشان يجيبه غصب عنه ويعمل تقل للصفحة داخل مين؟ المحركات البحثية. طبعا هنا حتة الاكشن سكريبت دي متكررة كتير، ودرس طبعا تعامل مع اساسيات الصوت او الموسيقى متكررة، هتكررها انت هتكررها. تمام، بطريقة ان الناس يعني انت مثلا هتكتب، مش هتكتب كده خالص، يعني دلوقتي انت هتكتب لغاية هنا، ده كل ده مكرر. هتقعد تكتب في الدرس وتسترسل في الدرس عادي، انا عملت كذا وكذا وكذا واتكلمت عن كذا وكذا وكذا. وخد بالك ان الصور والفيديوهات ما بتتارشفش في جوجل او اي محرك بحث، يعني كأنها مش موجودة، لان هو بيقرا كود فيديو بس او كود صورة، فما بيارشفش. تمام، ما بيارشفش الا لما كانت، الا ولو كانت الصورة عليها الـ الوصف بتاعها. زي لو جيت انا ضغطت على صورة هنا،
في حاجة هنا image description، لو جيت رحت على الصورة بالماوس بيظهر لك شوية كتابات كده، تمام؟ فهو دي كويسة قوي بالنسبة بالنسبة للصور. بالنسبة للموضوع بتاعنا، فأنت بتبدأ تكتب بقى، تسترسل، وبكتبه كذا وعملت كذا وبتاع، وشرحت في المحاضرة دي كذا وكذا، شرحت في المحاضرة دي التعامل مع الصوت، كرر الكلمات المفتاحية اللي انت عايز الناس لو كتبتها توديك على ياخدوا على المقال بتاعك بطريقة ما تخليش الراجل اللي بيقرا يقول لك ايه ده، ايه القرف اللي هو عامله ده. يعني انا بشوف مواقع او منتديات، بالاخص منتديات، يروح جاي كاتب لك الكلمة دي فوق 5 مرات 6 مرات 10 مرات ورا بعض، وبعدين يبدأ يكتب في الموضوع دي، بتدي كده حاجة رخمة قوي في الويب سايت بتاعك، وبتدي عدم مصداقية وغلاسة بصراحة يعني بالمصري يعني. فانا تكتب مثلا الاكشن سكريبت دي كذا مرة في الموضوع بتاعك بطريقة معينة، خلاص. فانا هكتب هنا اكشن سكريبت، وبعدين هاخد فاصلة، او كوما بالانجليزي، وبعدين الاكشن سكريبت، خلاص، وبعدين اكتب 3 او 3. بص انا مش هسيب له حاجه، يعني حتى لو هو كتب اكشن سكريبت 3 بالعربي هيجيبه برضه، تمام. وبعدين هنا اكشن سكريبت 3، خلاص. ايه مش تارجت عليها قوي دي، بس ماشي تمام، لان دي هتبقى فيها منافسه عاليه جدا ومش هتظهر اصلا، تمام. وبكتب بقى الاكشن سكريبت، انا عايز الغلطه بتاعت الراجل اللي هيكتب اكشن سكريبت، هو فاكر ان هو بيكتب الانجليزي وهو كان بيكتب بالعربي وما حولش كيبورد وضغط انتر، اظهر لنا انا دلوقتي على الانجليزي هحول العربي واكتب بالانجليزي اكشن سكريبت 3. انا هجيله اول واحد، اول ما واحد يكتب لي كده انا هجيله اول واحد او تاني واحد، حسب لو في واحد صايع يعني جه عاملها قبليك او مع او بنفس الطريقه وعنده زوار اعلى، هو يظهر اعلى منك في الترتيب، تمام. وكده حلو قوي. مثلا موسيقى، لو انت حاطط موسيقى، كلمه موسيقى كتير هنا مثلا، او صوت هنا موسيقى كررتها كذا مره في المقال بتاعك، او صوت او زر، تمام، او فلاش او كده، شوف انت تكتبه هنا بحيث انه يجيبه من قفاه غصب عنه على الموقع بتاعك، تظهر له اول واحد فوق. الطريقة دي هي فعلا فعلا اقوى طريقة اللي انت فعلا تجيب الزوار بتوعك باسهل الطرق، جميل. يبقى تعديل بسيط جدا، او اقصد يعني بدل كلمة تعديل سرد لمحتويات المحاضرة. اول حاجة كيفية كتابة الكلمات المفتاحية بالطريقة الصحيحة والخاطئة المتعمدة، وبعدين عرفنا الكلمات المفتاحية تكتبها ازاي وفين في جملة، وتكتبها وازاي تعمل عليها ريسيرش، وازاي تجيبها من زمايلك او من الناس حبايبك بالعصف الذهني، وازاي تعمل عليها فلترة بقى وريسيرش وتظبط كده وتجتهد شوية. وبعدين في الاخر خالص عرفنا ايه اهمية الكلمات المفتاحية وارتباطها بالدومين.